الجمهور الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير، متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة. حلقة جديدة نبدأها بالعناوين. مشرف المنتخب الوطني يونس محمود: لا عودة للاعبين الذين لديهم مشاكل إدارية حتى لو كانت المباريات في بغداد. طاقم صيني يقود مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية. بعد إقالته قبل شهر، إدارة الميناء تعود لتسمية هاتف شمران مدرباً للسفانة. إدارة الجوية تخاطب وزارة الداخلية من أجل السماح لدخول الغاني ويلسون إلى الأراضي العراقية. انطلاق الجولة 25 يوم الثلاثاء وأبرز المواجهات بين الشرطة والنفط. مشرف فريق كرة النفط مشتاق كاظم: سنقدم مباراة جميلة أمام الشرطة ونسعى لتحقيق النتيجة الإيجابية. الناصرية يهزم الصناعات بثنائية ويلاحق كربلاء على خطف بطاقة التأهل للدور الممتاز. مشرف المنتخب الوطني الكابتن يونس محمود يحسم الجدل في كورة ويؤكد لا عودة للاعبين الذين لديهم مشاكل إدارية حتى لو كانت المباراة في بغداد. نتابع. لا طبعا أكيد مو الكل متاحين، يعني أكو بعض اللاعبين يعني لديهم مشاكل بالأمور الإدارية، طبعا يمكن هو أخذ عليه في بعض الأخوان بعض القنوات أنه على موضوع الكسالة. نعم، لأن احنا طلبنا منهم قبل 6 شهور وليس الآن، يعني قبل من وقت أدفوكات أنه يروحون يسووا يضبطون جوازاتهم وأمورهم، يعني هم صار شوية نوع من الكسل منهم أنه ما يروحون وتأخروا بهم. طلب منا أن نقوم بهذا الموضوع. هذا الموضوع ما يقدر يقوم به الاتحاد، يعني ممكن أسوي لك جواز بس البطاقة التموينية وذن الأمور ما أقدر أجيب لك إياه، يعني هاي الشيء يخصك أنت شخصيا. في حال اللعب في بغداد ما ممكن، يعني في أرضنا بعد ما يصير أنت يعني لاعب تجيبه في مباراة واحدة مثلا، يعني تجيبه في مباراة أنك تلعبه وبعد مباراة تتركه، مو صحيح هذا الشيء يعني للأمانة. يعني أنا من وجهة نظر أشوفه، لكن تبقى الخيارات هي كل الكابتن غني شهد هو اللي راح يقود المنتخب وهو راح يكون الخيارات كلها إله. لكن من وجهة نظر الشخصية من تسألني إياها، لا يعني ما أقدر أجيب لاعب مثلا يلعب لي في مباراة ومباراة البعدة وما راح يكون موجود. كلام واضح وصريح من مشرف المنتخب الوطني ونائب رئيس اتحاد الكرة الكابتن يونس محمود. يبدو أن الاتحاد لا يتدخل بمسألة المشاكل الإدارية للاعبين، ولاعبي المنتخب الوطني هم المسؤولون عن حل قضايا جوازاتهم. نتابع جدول مواجهات الجولة 25 من الدوري الكروي الممتاز ولنا عودة. كورا يواجه الكهرباء في الجولة 25 وكورا يرصد تحضيرات الفريقين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الفريق بيتم يتجهز لهذه المباراة. أكيد هي مباراة صعبة لكن ما تصعب علينا إن شاء الله. الفريق جاي يقدم يعني مستوى، لكن سبحان الله أنه دائما النتيجة تكون عكسية. والله ما أقدر أقول لك، يعني شوية صار به يعني صراحة فارق ويا الشرطة، بس أكيد بعدها الطموحات موجودة وأكيد يعني هم راح يتأثرون، إذا إحنا ما نتأثر إن شاء الله يكون موجود الأمل. هو هذا طموحنا أكيد، بس حسب المعطيات وحسب أنه ما يجيك فريق دائما بمستوى عالي أنه يستمر نفس المستوى ونفس الروح. لا، الروح موجودة لدى الفريق، اللي نطمح لأنه كيف أنه يثبت مستوانا. اليوم أنا أحس فريقنا أقوى، متماسك أكثر، متوجه بشكل أفضل. مباراتنا ما راح تكون سهلة لا علينا ولا على فريق الزوراء بنفس الوقت. هم الفريق جاي من خسارة وتعادل، أتوقع مباراة بغاية الأهمية بالنسبة لنا، نطمح إلى تحقيق 3 نقاط أن نعيد بها توازننا ونستعيد وضعنا إن شاء الله. والله استعدينا يعني استعدادات جيدة، جاي نحضر لها بشكل مثالي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أما مباراة زوراء احنا على أتم الجاهزية، وإن شاء الله الكادر التدريبي قادر على وضع تشكيل مناسب لهذه المباراة، وإن شاء الله نحصد 3 نقاط مهمة.
بعد الأحداث الأخيرة، اللاعب مازن فياض يقدم اعتذاره رسميا إلى كوادر نادي الزوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أعتذر من الإدارة على رأسهم الكابتن فلاح حسن، وأيضا أعتذر من الكادر التدريبي والكابتن أيوب الديشو، أعتذر من زملاء اللاعبين أيضا والجمهور الأمة الزورائية. إن شاء الله هاي ما تتكرر، والتوفيق إن شاء الله للجميع. فريق الصناعة يواجه الكرخ، وكورة يتابع تحضيرات الفريقين. احنا استعداداتنا يعني لكل مباريات ثابت، لكن هذا ما يمنع مطالبين بتقديم مستوى ونتيجة. إن شاء الله حثين اللاعبين عازمين في تحقيق نتيجة محترمة تليق بنا ككادر وتعزز موقعنا، خصوصا أدائنا ونتائجنا متصاعدة، وإن شاء الله نبقى بالتصاعد كأداء وكنتيجة إن شاء الله. مباراة طبعا مهمة جدا مثل باقي المباريات. على مستوى فريقنا احنا إن شاء الله احنا عادين العدة، انه بملعبنا نحاول ان نكسب الثلاث نقاط. فبصراحة فريقنا جاهز لهاي المباراة، ما عندنا اصابات، اللاعبين كلهم جاهزين، فريقنا سلسلة نتائجه جيدة ومقبولة جدا. نتمنى ان شاء الله مباراة الصناعة راح تكون بالنسبة لنا يعني قد تكون مفترق طرق، مثل ما تعرف الصناعة جاي من خسارة بأربعة اهداف، لكن احنا جايين من تعادل مع القوة الجوية، نحاول انه نهيئ اللاعبين بشكل جيد في سبيل انه نحصل على ثلاث نقاط حتى نبتعد من شبح الهبوط ان شاء الله. استخدمنا لاعبين شباب تنقصهم الخبرة، ولكن لاعبين واعدين موهوبين. ما ظهر علي الفريق يجب ان نعززه بالمباراة القادمة مع فريق الصناعة. فريق بنفس ترتيبنا تقريبا او اعلى بشويه، يعني يجب ان يكون حضورنا الفني والذهني عالي، نكون مميزين بحيث انه نحاول نحسم نقاط المباراه. الفريق جاهز الحمد لله، الامور كثير منيحه. قدمنا مباراتين كانوا كثير مناح. على الصعيد النفسي الفريق جاهز، وان شاء الله بنقدم مباراه منيحه. يعني بعد اقالته قبل شهر من الان، هاتف شمران يكمل مشوار الميناء للدور الكروي الممتاز، والاداره تؤكد المدرب امين فيليب هو سبب الاصابات للاعبين. بصراحه الميناء يعني امانه في اعناقنا، صح صار عمل اداري خطا عندنا، يعني خطانا بالبدايه وحتى هاي الفتره جاي شفنا كل احنا تعبانين، يعني حتى بالليل ما ننام بصراحه، يعني جمهورنا عزيز علينا ويطالب من عندنا نتائج، واحنا يعني بصراحه يعني حلولنا يعني حتى كانت عندنا حلول بين المرحلتين، يعني قسم توفقنا بيها وقسم ما توفقنا بيها. وحاليا انا يعني ما تقدر انت تعوف فريقك بدون مدرب، لانه تعرف امين فيليب يعني الرجل ما توفق ويانا، و ورجل يعني ماكو داعي يعني بعد احنا نكمل، ماكو مواضيع ما اريد نتطرق لها. انا ما شايف مدرب طالع منافسات ويحمل فريق بدني بدني بدني، ماكو هيك بكرة القدم. اليوم انت هسه احنا حتى ما نقول احنا مدربين على مستوى عالي، ولكن نقرا فريق طالع من منافسات، يعني اذا ما نقول لياقته 85-80% تشتغل بالخاص وحالات لعب ومباريات تجريبيه، حتى مباريات تجريبيه هو الرجل ملعب. تمت تسميه مدرب ان شاء الله ويقود المباراه مدرب هاتف شمران، وان شاء الله يخليكم ترجعون. والله بعد احنا ما قدامنا حلول يعني غير نرجع له، يعني ما عندنا حل، لانه اغلبيه المدربين يعني اللي ما يستلم. قالته خطا، ممكن يكون خطا وممكن يكون مو خطا، لانه يعني نتائج شويه واكو امور صارت اداريه احنا بغنى عنها. لاعبو السفانة يؤكدون لكورة ما يحصل للميناء أمر مؤسف والجميع يتحمل المسؤولية. وعازمين يعني احنا كلاعبين نقدر نشيل هاي الاخفاقات من عندنا ونقدر نحقق شيء باسم الميناء إن شاء الله. أكيد أكيد ما راضين، يعني ما حد يتصور هذا الميناء بهذا المركز. أكيد يعني كلش متأسفين يعني وكلش ضايجين، وإن شاء الله نقدر نرجع بأسرع وقت إن شاء الله. يتحمل هذا المركز؟ يعني كله يتحمل، كادر التدريبي، يعني التغييرات صارت عندنا هواي اكثر من مدرب، يعني اكثر شيء يتحمل هذا الجزء طويل، يعني اللاعبين نتحمل احنا مسؤوليه، يعني كلها تتحمل. والله يحتاج عندنا توقف، عندنا توقف 25 يوم، نقدر يعني كادر تدريبي جديد نقدر يعني نصلح نقاط، وان شاء الله الميناء سيبقى بالدوري ان شاء الله. يبقى الميناء باقي الميناء ان شاء الله. اسم الميناء فريق كبير، فريق ما تليق به هاي الجاي يصير به، بس شو اسوي يا سبحان الله، ما نعرف شنو احنا كلاعبين ما نعرف شنو السبب جاي يصير.
طبعا هسه مثل ما تعرف احنا الشهر السبق راح يعني الشهر راح احنا ثلاث مدربين هسه نعرف خطه لعبنا شلون جاي نلعب. بالبدايه كل احنا ما راضين على وضعيه نادي الميناء، نادي الميناء ما يستاهل هاي المرتبه الصراحه. ان شاء الله هاي اللعبه عازمين ان شاء الله نعوض بهاي المباراه، يعني نحاول نخلي الفريق بالدور الممتاز، يعني احنا ما رايدين غير شيء بس حاليا هاي السنه نخلي الدور نخلي نادي الميناء بالدور الممتاز، وان شاء الله السنوات الجايه ان شاء الله الله كريم. نادي الناصرية يتغلب على الصناعات ويلاحق كربلاء متصدر المجموعة لخطف أحد الفريقين بطاقة التأهل إلى الدور الممتاز. متابعة الزميل ماجد الغزي. مثل ما تعرف كابتن فريق يعني احنا بملعب فريق غالب 1-0 شيء اكيد انه نوعا ما فريق شبابي نوعا ما رجعوا انه يدافعون، بس عموما احنا ما نغاب على الكوارث اللي تصير بالدرجه الاولى مع كل الاسف. هاي الاخطاء التحكيميه، الاخطاء التحكيميه هذا مو اول دور ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع. الف الف مبروك لجماهير نادي الناصريه، الف الف مبروك لاداره النادي المتمثله بالحاج حسان الزرجاوي، وان شاء الله نعاهد جمهورنا انه نصل بالفريق الى الدور الممتاز. لاعب المنتخبات الوطنية ونادي الشرطة علاء عبد الزهرة يختار لكورة أفضل 3 أهداف خلال مسيرته الكروية، نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى مشاهدين برنامج كورة. راح استعرض أفضل 3 أهداف في مسيرتي الكروية. أول هدف في تصفيات كأس العالم في مباراة أستراليا، العراق وأستراليا. وصلت لأحمد ياسين على طول، يونس على هذه وين الله العراقي. الثاني في مباراة الشرطة والميناء ضربة حرة مباشرة موجودة في المشهد الكروي لهذه المباراة، هذا هو الوفاء. اللعبة التسديدة جول أنسو. ثالث في الاحتراف في الدوري القطري الاخريطيات والأهلي القطري. موجود على عبد الزهرة، مراوغة موجودة على عبد الزهرة، يسدد تسديدة على عبد الزهرة، على عبد الزهرة في المكان. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، ضيف كورة هذا المساء الكابتن هيثم كاظم عضو إدارة القوة الجوية، مرحبا بك كابتن، حياك الله. حبيبي حياك الله أستاذ علي، أنا سمين بيك وقناتك الكريمة ومشاهدين الكرام. حياك الله، حدثنا عن وضع القوة الجوية الفريق بهذه المرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أكيد بعد التوقف بين مرحلتين مع تسمية كابتن حكيم شاكر جلسة الإدارة مع الكادر التدريبي ووضعت النقاط واستقطبت لاعبين حسب احتياجات الكادر التدريبي، وتم التعاقد مع أكثر من 3 لاعبين أو 4 لاعبين، والكابتن انطى المنهاج التدريبي خلال التوقف وعمل عليه، والحمد لله يعني الفريق ده يتجه في اتجاه جيد جدا ونتائج طيبه ان شاء الله. كلهم خيارات حكيم شاكر الاسماء اللي تعاقدت؟ اكيد التعاقدات هي اكيد الخيارات اذا كانت سابقا، وكان حاليا هو الخيار الاول والاخير هو للكادر التدريبي، والمدرب طبعا الاول هو اللي يختار اللاعب المحترف، حتى اللاعب المحلي هو له راي ولا الأول والأخير والقرار للمدرب. شنو نوع الاتفاق اللي صار بين إدارة القوة الجوية والكابتن حكيم شاكر؟ يعني مدة العقد مثلاً إيش قد؟ مدة العقد هو طبعاً مرحلة مقابل للتجديد، يعني تكملة الموسم مقابل للتجديد. وتم الاتفاق على صيغ إنه يعني كقيمة المبلغ، الراتب الشهري ومدة العقد وكثير من التفاصيل. شنو نوع الاتفاق؟ يعني في حال المركز الكذا يصير لك زيادة، لو شنو مثلا نوعية الاتفاق؟ لا أكيد احنا طموح القوة الجوية وطبعا المنافسة على اللقب وكذلك المنافسة على الكأس، وعندنا بطولة آسيوية طبعا. أكيد القوة الجوية هو طبعا دائما متعطش لحصد الألقاب.
ايش قلتوا الحكي؟ شنو طموحكم؟ شنو طموح تريدوا هذا الموسم؟ طموحنا هو منافسة على الدوري وحصول الفريق على الكاس اكيد ومنافسه فيه. لحد الان عندكم طموح تحصلون على الدوري؟ طموح مشروع يعني. انت اكو طبعا باقي تقريبا 12 مباراه او 11 مباراه، اكيد الطموح مشروع وكره القدم كل شيء بيها. واضح عندي الطموح مشروع، بس انت برايك كلاعب دولي سابق ما تعتقد انه الدوري انحسم للشرطه؟ انا يعني كعضو اداره صح تقول لاعب كره القدم ما بيها اطمئنان انه خلاص انه هذا نادي الشرطه انه حسم الدوري، لا كره القدم كل شيء بيها ومتغيرات كثيرة في كرة القدم، وإحنا كإدارة يعني أكيد إحنا دائما نكون نافس حتى الفريق ما يبتعد، يكون يعني ننطي إشارة أو ننطي للكادر أو للاعبين إنه الدوري انحسم، أكيد الفريق ما حتى يأثر عليه على الكأس ويأثر عليه بطولة آسيوية، أكيد يكون منافسين أقرب على الشرطة، أكيد هذا طموح الإدارة وكذلك طموح الكادر التدريبي. زين، بطل دوري وكأس القوة الجوية الموسم الماضي، الآن بالمركز الثالث، الوضع متذبذب، النتائج ما مرضية للجماهير، المشكلة وين؟ والله طبعاً مرينا طبعاً بكثير من يعني المشاكل، تأخير تسمية الكادر التدريبي واحتمال على كابتن أيوب ديشو والفترة القصيرة بين تسمية الكابتن أحمد خلف وانطلاق الدوري وكأس المثابرة أو كأس السوبر، فصار الإعداد اللي كان غير جيد بسبب ضيق الوقت، وعندنا تقريبا 13 لاعب أو 12 لاعب أنهم كانوا مصابين وغير جاهزين مع المحترفين، عدم وصول بعض اللاعبين المحترفين، فصار طبعا التأخير ويعني وقع الفريق في مأزق بالدوري، لكن الوضع مسر أنه بعد الخسارة أمام الشرطة وقالت أو استقالت كابتن أحمد خلف وتسمية كابتن راضي شنيشل، ومنه استقال كابتن راضي وتسمية حكيم. طبعا تغيير الكادر التدريبي هو هذا هواي ثلاث مدربين كابتن أكيد تغيير الكادر التدريبي مثل القوة الجوية بطل دوري وكاس، طبعا أكيد هي حالة غير صحيحة وسلبية بالنسبة لنا كإدارة، بس أنت مراد تنطي باور للفريق لكن ترجع انه سلبي على الفريق بسبب انه سمى مدرب بعدين انه المدرب ما يقدر يحقق النتائج يطمح لها الاداره. هذا يوحيلك ان المشكله مو فنيه بالجويه كابتن، مو مشكله مدرب، تغير مدرب يجي مدرب نفس الوضع باقي. الحقيقه هو اللاعبين المفروض انه مو انه نفس اللاعبين تقريبا 90% نفس اللاعبين، وضفنا لاعبين ممتازين كانوا فرقهم وجيدين، هذا خط الهجوم كان عندهم حس تهديفي في الدوري العراقي يعني كان احمد زامل عنده 11 هدف واحمد عبد الرزاق عنده 9 اهداف معنا في ميسان، وضفنا اضافات على عباس في الدوري البرتغالي وكذلك صفاء في الدوري الروسي وذرغام كان مميز في نادي الزوراء، يعني كثير لاعبين ومصطفى مؤيد كان في النجف كان مميز، منتظر عبد الامير ضفناه مع الفريق كان منتخب اولمبي ولاعبنا كان مميز، فضفنا اضافات مهمه وقويه للفريق، لكن قلت لك الموضوع اللاعبين، موضوع اللاعبين واللاعب يعني انت بتمثل كيان القوه الجويه اكيد لازم تنطي الدرس حقه، والتغييرات يا مو هذه اشاره مهمه وتنطرح بوسائل الاعلام وتنطرح بجمهوركم، اكو بعض اللاعبين نفسهم مو مع الفريق، وين المشكله؟ شوف اللاعب ياثر اول شيء اكيد يعني انت لاعب موقع مع اداره ونادي يعني مهما يكون اسم المدرب انت لازم تادي وتنطي عطاء لاسمك وتاريخك وانجازاتك وكيان النادي واسم النادي فوق الكل، لازم تقدم ما تقدم لشعار هذا النادي مهما يكون تسميه المدرب، اذا كان انت كلاعب انه ترغبه او ما ترغبه هي رساله لكل اللاعبين مو فقط لاعبين قوه جويه انه تقدم لهذه الفانيله تلبسها والمبلغ اللي يستحق انه تاخذه انت لازم تعطي عطاء يعني عندك داخل المستطيل الاخضر. افهم من كلامك انه بعض اللاعبين مو عاجبهم الكادر يعني مرات اكو لاعبين بعض اللاعبين انه ما يرغب مدرب، يعني هو مو بس قوه جويه، انا لاعب كره قدم احكي لك كثير من الاندي يعني تجي الزوراء والشرطه والطلبه بس انت لاعب محترف المفروض اي مدرب يجي خلص اي مدرب قدم العليك قدم العليك هذا اسمك طبعًا. انت لك كيانك ومركزيتك وانت معقد مع نادي وجمهور تمثل لازم يكون مستواك ثابت، ما تفكر انه مدرب يومي انت حتى لو قاعدك المدرب ملعبك لاعب اساسي لازم تثبت له بالتدريب انه انت افضل من اللي يلعب حتى تنافس زميلك وتكون
من ضمن الفريق اللي يلعب كلاعب اساسي بالفريق وتتعدل الامور وتمشي الامور. يعني مدرب ماكو مدرب طبعا يستلم فريق انه عنده هذا هو المفروض يكون اكو دور بهذه النقطه تحديدا لمساعد المدرب لمدير الفريق لمشرف الفريق يقرب وجهات النظر يحبب المدرب باللاعبين والعكس. اكيد دور المساعد مهم ودور مشرف الفريق مهم في هذا الجانب. ماكو مدرب بس اكمل لك الفكره ماكو مدرب يعني يدخل الفريق ويضد استاذ علي او ضد هيثم او ضد فلان. اللاعب اللي فوزه يلعب طبعا ماكو مدرب بدي يخسر روحه مستحيل. يعني هاي المدربين كلها سلمة الانديه العراقيه والمحليه والاوروبيه ماكو مدرب بدي يفشل روحه. اللاعب اللي يشوفه هو بالتمرين جيد واللاعب اللي خدمه اكيد راح يشاركه بالتشكيل. بس لكن تبقى ظروف اللي يمر بها اللاعب، هل هو اللاعب حافظ، هل هو اللاعب دينام من وقت، هل هو اللاعب النظام الغذائي جيد جدا، هل هو اللاعب تدريبه جيد جدا، هل هو اللاعب تكتيكيا يجيد يطبق افكار الكادر التدريبي حتى يكون هو منظم التشكيل الاساسي. اي ما تحدثت لي عن دور المشرف. دور المشرف قلت لك دور المشرف راح يكون فعال. كابتن احمد يعني دا يعمل يعني صباحا ومساء مع الفريق الله يكون بعونه وانا اكون قريب عليه. ورطب هذا المركز كابتن والله هو انا دائما اقول له يعني الباحه واليوم يوميا افشي اقول له يعني الله يساعدك والله يكون معك. انا كنت يعني تعرف مسؤوليه كبيره طبعا اشراف على الفريق الاول واحتياجات وطلبات وعندنا مشاكل لاعبين محترفين وصولهم وعدم وصولهم وعندنا لاعبين استحقاقاتهم ورواتب شهريه وسكن وحجز فندق وسفر. يعني كثير من الامور المهمه تتعلق بمشرف الفريق. زين جاسم غلام وانسحابه الغامض من الفريق كمساعد مدرب قرار اداري؟ لا كابتن جاسم هو اعتذر عن تكمله المشوار مع الكابتن حكيم شاكر من عوايده. طبعا اكيد انا كنت كان اتصال معاه وتناقشت وياه والكابتن حكيم بدايه انه انطى اجازه 3 ايام قال له انه ارتاح 3 ايام او يومين والتحق بالفريق. الكابتن جاسم قال انا اعتذر بالتكمله مع الستاف الجديد مع الكابتن حكيم وافضل انه اشوف يعني طريقي واشق طريقي كمدرب او كمساعد مدرب بغير فريق. ما قدرتوا تقربون من وجهات النظر بيناتكم؟ والله انا تحدثت معه وتحدثت مع كابتن حكيم لكن هو كان مصر انه يقدم. زين هو الخلاف قديم لو صار انولد بالجويه؟ لا 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 ماكو خلاف قديم. انه صار يعني بين حقيقه هو غير يعني انطى اشاره جاسم او توجيه ووصل يعني عبر غير شيء بتصرف. لكن يعني كابتن حكيم مدرب الاول والاخير اكيد هو مساعد عنده انه يعني المدرب شيء يريد من المساعدين وكذا كذا كذا لازم المساعد كمساعدين ينطوا الاشاره ينطوا التوجيه الالتزام بالمصطبه كثير من الامور المهمه بالنسبه للكادر التدريبي. فصار التاتش بين الكادر التدريبي ولكن قدم اعتذاره كابتن جاسم للاداره وكذلك للجمهور. وين اعتذر بس لا بأس انا اذكر لك وجهه نظر بعض الجماهير، يقول لك شنو سر استمرار جاسم غلام مع القوه الجويه رغم تغيير 3 مدربين؟ شنو سر اصراركم على جاسم؟ انا اقول لك شنو السر؟ السر هو حقيقه ضيق الوقت. دائما الساف اللي يدخل مع القوه الجويه يطلع كله يعني يخرج باستثناء جاسم لان المدرب يقول لك انا اللاعبين ما اعرفهم. اكو لاعبين يلعبون اكثر من مركز ما اعرف من الجاهز من ما جاهز. فاكيد راح يستعين بالمدرب المساعد الموجود يعني يجي يوقع مع ابرام عقد المدرب مع مساعد واحد ويضيف جاسم انه يعطي. انت مقتنع بهذا السبب كابتن؟ انا خيار المدرب. يعني من المدربين يعني المحليين ما يعرف لاعبين الجويه والزوراء؟ لا احنا كاداره ما فرضنا مدرب. احنا كاداره اي مدرب كابتن راضي هو طرح جاسم غلام. هو قال اريد جاسم؟ هو جلس ثاني وانا وكابتن علي صغير واستاذ ماجد قال انا طان الستاف مالته ثاني واحد جاسم غلام او ثالث واحد العفو. جلست مع كابتن حكيم الاداره ككل قال انت اول واحد علي وهيب كابتن علي وبعدين جاسم غلام. يعني هو المدرب طرح يعني ماكو اتصال كاداره ماكو فرض كاداره. الاداره ما لها علاقه. لا ما لها علاقه هو المدرب طلب استمراريه جاسم. زين على طار المدربين ايوب وديشو ظهر بتصريح يقول انا بلغت اداره القوه الجويه وقلت لهم انتظروني بس اسوي العمليه وما راحوا يتفاوضوا مع مدربين اخرين. يعني انتم اللي فرضتوا بايوب بالبدايه لو يعني بدايه الموسم طبعا. لا بدايه الموسم رئيس الهيئه الاداريه طبعا انطاه قال له انا اريد 10 ايام حتى اكمل اجراء الفحوصات واشوف وضعي وانطيكم خبر اكمل او من عدمه. زين فانتظرنا 10 ايام اتصال بين رئيس الهيئه الاداريه
القائد القوجي والكابتن ايوب وديشو، فقال له انا ما اقدر استمر لان عندي بعد فحوصات وعندي سفر لغير الدوله من السويد لالمانيا، فاحتاج وقت اكثر وانتم وقت ما عندكم. فقال لي انا شو تحتاج وقت؟ انطيك بعد 10 ايام؟ قال له اتفقوا انه ينطيه بعد 10 ايام 20 يوم. طبعا هالوقت اللي يمر انه ضيق الاعداد، يعني باقي 15 يوم للمباراه او 12 يوم لمباراه كاس السوبر. فخلصت ال 20 يوم اعتذر كابتن ايوب. يعني قدم اعتذار رسمي. قدم اعتذار للرئيس الهيئه الاداريه القائد القوه الجويه استاذ يعني هو قال انا ما اعتذرت، هم ما انتظروني. لا 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 اعتذر اعتذر، قال انا بعد ما اقدر اكمل، وبلغنا رئيس الهيئه الاداريه اجتماع طارئ وجلسنا وناقشنا، قال شوف لكم مدرب لان الكابتن ايوب اعتذر. صار عندنا ضيق الوقت، جينا على مدرب المحترفين، مدرب المحترف صار اكثر من مدرب، فالوقت كان ضيق جدا بالوصول بفيستا، يعني صار صعب، اتجهنا النوب رحنا صار الخيار المدرب المحلي، وصار تسميه كابتن احمد خلف تسميه المدرب القوة الجويه. انظلم احمد خلف مع القوة الجويه حسب رايك؟ اي نعم انظلم. انظلم؟ اي نعم. شلون؟ النتائج كانت جيده جدا يعني، وانا كنت قريب عليه طبعا، بس صار لي ضغط يعني، هو يعني قال انا كابتن بعد ما اقدر اكمل، وضغط الجماهير وضغط كثير من الامور اتجه له انه يطلع. بس انت واحد من اللي نصحوه في برنامج كوره قلت له قدم استقاله، تذكر؟ اي ضغط، قلت له لو انا ابوك انا اطلع. اي انا قلت لو انا، وقلت لك ضغط يعني، الضغط ترى مو انسان الا يعني قابليه محدوده، انا ما اتحمل يعني، انا لو اطلع لو لعبتين اطلع اشوف الضغط عليه ما اتحمل، اكو مدرب يتحمل، اكو مدرب انا بالنسبه لي ما اتحمل اطلع. احمد خلف نوعيه احمد خلف تحمل هو تحمل 7 لعبات 8 لعبات، ونتائج كانت طيبه، كنا فرق نقطتين يعني، بعدها خسرت تمام الشرطه نقطتين. اي بس هو خسر اهم مباراتين كابتن، يعني مع الزوراء خسر، مع الشرطه خسر. مباراه الزوراء قلت لك 12 يوم اعداد يعني، مو دفاع على الكابتن احمد. 12 يوم اعداد بدني وعام وخاص، ومباراه مهمه بالنسبه للقوه الجويه والزوراء كاس السوبر، اكيد كان الفريق غير جاهز يعني، ما بيها لا للزوراء ولا للقوه الجويه، ما حد يقول انا اغلب الا داخل الملعب، الا اللاعب هو اللي يقدر انه ينقذ الفريق وينقذ الكادر التدريبي وينقذ الجمهور والاداره. زين، تاجيل مباراه الكاس الى اشعار اخر شلون تشوفه؟ اعتقد طلب نادي الزوراء بسبب انه عندهم مباراه البطوله الاسيويه. الاسيويه نعم، بالملحق. فاحنا بالنسبه لنا مصلحه البلد هي اهم شيء، ما عدنا حتى ما اعترضنا على الموضوع. من المستفيد الاكثر من التاجيل لو لم تكن اسيويه وفقا لظروف الفريقين جويه وزوراء؟ والله اكيد انت حتى تشوف النتائج الفريقين منو الافضل نتائجه، منو نفسيا مستقر، ولذلك سالتك. تكون اكيد القوجه كان الافضل يعني. الجويه بهذه الفتره افضل من الزوراء؟ افضل من الزوراء نعم. يعني مو ظروف متشابهه؟ لا لا لا، النتائج يعني بس قلت لك القوة الجوية والزوراء ما بيها، ما بيها افضل، ما بيها افضل نتائج، ما بيها صح انه افضل نتائجنا من الزوراء، لكن القوة الجوية والزوراء لو القوة الجوية مثلا اول والزوراء عاشر او العكس، تجي المباراة تشوفها الدية يعني ما تعرف من يغلب، ما خاض علي عنوان او سياق، ما ما, ما 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 ترتيبي يلغي القوة الجوية والزوراء. زين، لديكم مباراة مهمة في هذا الدور امام الميناء، شنو التحضيرات؟ ابرز النقوصات؟ اكيد التحضير هو من الكادر التدريبي، وعد العده جيده، اكيد قراءه المحلل الفني الموجود مع في ستاف كابتن حكيم والمساعدين والكادر التدريبي في نقاط القوه والضعف لفريق نادي الميناء. فريق نادي الميناء طبعا يمر بظروف صعبه، يعني اتمنى انه يرجع الميناء اكيد. فريقنا اكيد راح يكون في ملعب الشعب الافضليه ان شاء الله، و اتمنى انه يكون 3 نقاط مهمه للقوه الجويه المتواصله ان شاء الله، ويكون هو التقارب مع نادي الشرطه ان شاء الله. ما تشعر انه القوه الجويه بالفتره الاخيره يلعب بدون روح كابتن؟ لمستوا هذا الشيء؟ لا، اكو مباريات تشوف الفريق روحيته عاليه جدا، يعني يخسر يجي يغلب او يتعادل، انا اكو روحيه، اكو مرات تشوفه غالب بس يلعب ما يلعب بروحيه، حسب ظروف المباراه، حسب اللاعب وكيفيته، هو ينطي اهميه للمباراه او ما ينطي اهميه للمباراه. التحضير النفسي والذهني هذا مهم للاعب، مسؤوليه المدرب هو يوصل اللاعب للمباراه بذهنيه، يوصله، بس شنو الفائده اذا اللاعب هو متهيئ؟ اذا اللاعب مثلا ما نايم او محافظ او فلان شيء، اكيد هذا التحضير النفسي والذهني هو للاعب، انه يهيئ نفسه ذهنيا ونفسيا، والمدرب ينطيه
يبقى الموضوع من اللاعب يعني. زين، سمعت تصريح هيجي على الهامش لرئيس رابطة الجماهير أبو برير، هدد بصراحة إذا ما صار قطع راتب للاعبين بعد مباراة الكرخ راح أسوي كذا وعندي. شلون تصرفتوا مع هذا؟ لا أكيد الجمهور والرابطة هي حريصة على نتائج الفريق، وكذلك الإدارة هي حريصة والكادر التدريبي حريص على نتائج الفريق، لكن احنا ننظر بنظرة مهمة يعني، مو فقط انه يتعادل مع الكرخ انه نعاقب. عندنا مباريات مهمة، عندنا مباريات مفصلية، هو الهدف مو بس المال، انه صح اكو ثواب عقاب موجود عند الإدارة واكو لوائح موجودة موقع عليها اللاعب، اذا اللاعب مثلا اخذ كارت، اذا اللاعب ساء، اذا اللاعب يعني او الفريق ما حقق نتائج، موجوده من ضمن اللوائح. احنا ما نتعامل انه دائما انه العقوبه هي تعدل مسار الفريق او شنو العلاجات. اكيد اكيد الحديث مع اللاعبين واهميه انه منافسه على الدوري والكاس، واللاعب اللي ما يقدم اكيد الكادر التدريبي راح ينطيه ويجلسه على البدلاء، وكل واحد تمشي عليها، ما يحتاج انه نصرح احنا نقول مثلا نعاقب، وهو اوتوماتيكيا. لا انا من سالتك ماكو روح بالفريق، لانه انا مو المس فقط بالفريق، حتى بالاداره مو الروح اللي شاهدناها بالموسم السابق. يعني رئيس النادي وين هذا الموسم؟ اكيد رئيس الهيئه الاداريه موجود وداعم للفريق واتصالاته موجوده معانا، واحنا اكيد القاده القوه الجويه يعني مسؤولياتها كبيره، يعني مو فقط بس صح، بس هي نفس المسؤوليات العام هي السنه. شنو اللي اختلف؟ اختلف ماكو اختلاف، اكو تواجد، يعني هو ما كان يحضر يوميا بالتدريب، يعني يحضر بالشهر مره قريبه، اجتماعاته مع اللاعبين، اجتماعاته مع الكادر التدريبي. واحنا قبل تتفق وياي على ظهوره هذه السنه، قبل تقريبا 10 ايام اجتمعنا كاداره وبحضور رئيس الهيئه الاداريه. لا تتفق وياي هاي السنه رئيس الهيئه الاداريه اختلف تواجده عن العام؟ لو ما تتفق انا اشوفه نفس الحضور، يعني نفس الحضور. يعني العام هو حضر في ملعب القوه الجويه السنه، كذلك اجتمع مع الكادر التدريبي، اجتمع مرتين مع الكادر التدريبي، اتصالاته بالاداره هي موجوده مع الاداره ومع مشرف الفريق يومية بالاتصالات، يعني أول بأول. وكثير من أشعر الحماس بالموسم السابق أفضل، يعني هسه بفترة راضي شنيش كلها، كم مرة حضر رئيس النادي إلى القوة الجوية؟ إلى النادي؟ أعتقد 3 اجتماعات صارت مع الكادر التدريبي. على شو أشعر الحماس مو نفس اللي بالموسم هي موجودة، بس التلكؤ بدا بالفريق، خسارته مع الزوراء والضغط الجماهيري على الكوادر التدريبية، وتنطيك إشارة أنه اكو شيء راح يصير بالفريق. احنا مقبلين تحدث عن القوة الجوية ممثل وطن على آسيوية كابتن. شنو طموحكم بهذه البطولة؟ اكيد احنا بنينا الفريق، يعني التعاقدات اللي صارت كانت تعاقدات مهمة وشهدت بها وسائل الإعلام وكذلك حتى المنافسين. وكان الصراع قوي جدا على بعض اللاعبين. هاي من ذاك اليوم قلت لي ما خليتهم ينامون على الشرطه. اكيد واجوا هجمه وصار حكي. الشرطه لا، شوف الشرطه فريق منافس ومن حقه يصارع وينافس على لاعبين، واحنا من حقنا ننافس، وتوفيق لكل الفرق اكيد، لكن الشرطه هو التوفيق الالهي. مرات تشوف النوايا والروح الموجوده داخل الفريق وداخل الاداريين والكادر الطبي والكادر التدريبي والجمهور والاداره، اكيد الفريق لو يعني الفريق ما يمتلك اقل مقومات ويمكن يحصل على دوري وكاس. يعني مو شرط انه انت تشوف فريق قوي واداره قويه مثلا وانه ياخذ دوري وكاس، لا، اكو امور مرات تمر بظروف، تصير تلكؤات اكيد راح ينحرف مسار الفريق ويصير تلكؤات. مقومات الشرطه والقوه الجويه منو الاقوى هذا الموسم؟ يعني تقيس على اللاعبين اساس اي شخص رياضي قلت اللاعبين قوه جويه افضل من لاعبين الشرطه. بس انت تنطي الروحيه للاعبين، لو انت تنطي افضل لاعب بالدوري العراقي وانطي مقابله منافس روحيه اعلى من هذا، اكيد اللاعب الروحيه يتغلب على اللاعب الافضل. الشرطه تغلبوا بالدوري على بالروحيه لحد الروحيه موجوده داخل الفريق، اكيد هي ولدت انه زين. الاسيويه كان نجاح اكيد، الاسيويه احنا داخلين اكيد بقوه، يعني مو فقط احنا كفريق، اكيد فريق ينافس داخل هاي المجموعه، و نتأمل انه احنا انه نجتاز هذه المجموعة. قوية مجموعتكم، شلون توصفها؟ والله اكيد يا الفرق كلها قوية باستثناء الفريق الهندي، يعني انه يكون 3 فرق يتنافس على بطاقتين، الفريق السعودي والفريق الاماراتي، اكيد احنا ان شاء الله نكون مع الكابتن. مقارنة بمجموعة الزوراء اذا تأهل. الزوراء اقوى كثيرا. اقوى الزوراء، نعم.
يعني الفرصة ربما متاحة للقوة الجوية حتى السعودية. فقدناها يعني العام فقدنا هذا كان فريقنا كان ممتاز بس عدم التهديف هو أثر سلبي على الفريق. مش عجب ما بادرتوا لاستضافة المجموعة في العراق. والله قدمنا طلب بس كان طلب خجول. لو طلب ريد نستضيف الواحد واثق من نفسه. احنا عندنا ثقة بنفسنا انه نستضيف استضافين اكثر بالبصرة طبعا ونظمنا بطولة ونجحنا لكن الوضع ما شفنا انه ملائم انه نقدر نستضيف هاي المجموعة. يا وضع تقصد الوضع يعني الموجود يعني ما قدرنا انه نهيئ كوادر وهذا لها وقت انه تهيئ كثير من الملاعب ما راح تعطيك ادفانتج كبير كابتن بالمباريات بوجود جماهيرك يعني لو مستضيف القوة الجوية المجموعة في كربلاء أو في بغداد لا هي كانت ماكو في بغداد حقيقة كان في البصرة أي بصرة أو كربلاء بصرة أو أربيل كان البداية بصرة أو أربيل وإحنا خيار على البصرة وبدينا بإجراءات وحضرنا لكن شفناها شوية صعوبة بالوقت الحاضر ما قدرنا نهيئ الأمور حتى لك ولذلك راح يستثمر هذا الأدفانتج الشباب السعودي في ملعبه لكن إحنا فريقنا متعود إنه يلعب في خارج ملعبه وقدم مستويات طيبة في ملاعب المنافسة نتمنى أنه يكون فريقنا يقدم مستوى أفضل ما قدمه الموسم القادم الموسم السبقنا يعني إن شاء الله مع الكادر التدريبي كان نقاش يعني طويل ومطول في إن شاء الله يكون فريقنا قادر على النتائج اللي تحصل بالدوري تأثر على الفريق آسيويا أكيد النتائج كل شيء أثر سلبا وإيجاب أكيد كل ما تكون وضع الفريق مستقر النفسي والبدني والنتائج الطيبة حتعطي الروحية وتعطي ثقة بالنفس للاعبين وكذلك للكادر التدريبي راح يظهر بصورة طيبة. الجوية من يدخل بالآسيوية كابتن يدخل بإرث كأس الاتحاد الآسيوي يعني عربيا القوة الجوية راح يقول لك هذا بطل الاتحاد الآسيوي 3 مرات أكيد. هذه مسؤولية تضاف لمسؤوليتكم أنكم ممثلين الوطن. يعني اكو نقطة مهمة يعني صح انه احنا بطل اسيا او كاس الاتحاد الاسيوي 3 بطولات والفريق المنافس يحسب لنا 1000 حساب لكن انت القوة الجوية يلعب لاعبي منتخب يعني هاي ترى نقطة مهمة صحيح. يعني احنا كنت العب انا لاعب بالقوة الجوية والعب غير بالزوراء كنت لاعب منتخب الفريق المنافس يحسب لي 1000 حساب عندهم 5 لاعبين منتخب 3 لاعبين منتخب هسه احنا 11 لاعب و12 لاعب منتخب بالقوة الجوية المفروض الفريق من يدخل انه لاعب فريق منتخب وطني يدي يلعب طبعا. حتى يباوع على الفريق المنافس انه هو اقوى من يمه يعني هم الشباب السعودي او الفريق الاماراتي ممكن عنده باثنين ثلاثه او 4 لاعبين منتخب بس احنا 13 لاعب او 12 لاعب هم لاعبين منتخب وهي هذا الحديث نفسه المفروض بالدوري حاصل اي للاعبين من يدخل القوه الجويه اللاعبين المفروض يباوع على نفسه انه لاعب منتخب افضل من هذا ذهنيا فكريا تطبيق التكتيك الواجبات المفروض هو كعب اعلى من لاعب الفريق المنافس حتى يكون هو نتائج يكون طيبة يعني هو اللاعب لازم يحس بقيمته من يمثل منتخب انه هو من ينسحب منتخب انه هو يصنع الفارق وصل لمرحلة انه اعلى شيء كلاعب منتخب حتى يقدم افضل من زملائه يقدم داخل المستطيل الاخضر احنا صار فترة انه تغيير الكادر التدريبي حتى المنتخب يأثر سلبا على استدعاء اللاعبين بالمناسبة بالاضافة الى لاعبين المنتخب اللاعب المحترف هو اللي يصنع الفارق بالآسيوية هسه احنا خلينا لاعب منتخب يصنع لنا فارق بعدين اللاعب المحترف لا والله ايه بعدين نفكر نقول لاعب محترف اللاعب المحترف اضافة بالآسيوية اللاعب المحترف لازم نجيبه ب 500,000 دولار 600,000 400 وفوق يعني هو الان صار لاعب محترف يجيني عرض من الهلال السعودي وريال مدريد ما عنده مهاجم بس بنزيما هلي بس بنزيما لو اكو مهاجمين معترفين زينين يعني ياخذ الهلال السعودي ب1,000,000 دولار 2,000,000 ياخذ الشارقه ياخذ الانديه القطريه اكو امر يعني يعني تجيك مثل البطيخه لو حمراء يعني لو تجي 20 سنه 22 لو يمشي عندك وحتى يروح برا يسوق نفسه لو يجيك مثلا ما عنده كل المؤهلات انه يكون شوف هذا لاعب يخدم الفريق ليش شفنا المواس متصدر للدوري وبسعرنا ومحترف ضايف ما اقدر انتقد لاعب هداف دوري ما هو هداف يعني صح المواس لاعب نشط ويتحرك بس يعني كمواصفات اللاعبين المنتخب ايش كانوا موجودين بالعراق خلال الالفينات السابقه والتسعينات قارنهم بلاعبين مستحيل يعني هو من المنطقه يعني قارن المواس باحمد راضي هو ده يلعب لا ما احكي على احمد راضي احكي على يونس احكي على كاظم احكي على كثير يعني على لؤي صلاح على يعني يا كثير من المهاجم راوا على المنتخب لا هسه يعني قارن هسه شو قارن مواس عندك انت اليوم المواس محترف بالشرطه وعندك بالجويه لاعب منتخب وطني على عباس مثلا
يعني كل واحد عنده مواصفات. هذا اللاعب يعني سريع نشط، يركض، يسوي فراغات، يخلق فراغات. هذا لاعب بالجزاء. لا ما تعتقد المواس محترف يصنع الفارق للفريق؟ قلت لك المواس لاعب ممتاز. يعني لاعب ممتاز وقدم للفريق نادي الشرطة وخدم الفريق. يعني ممكن المواس إذا ما يلعب ممكن يأثر سلبا، ما عندهم مهاجمين، فقط المواز ممكن مؤثر داخل التشكيل. هذا يبتعد يأثر أكيد. ولذلك أقول لك نوعية اختيار خدم محترف ممكن كان يتوفق. إحنا جان عندنا اللاعب خريبين بالقوة الجوية بعدنا ما توفق ويانا يعني. بعدنا راح وقع $1 مليون لعب بالدوري القطري بوريز ولعب بعدين بالهلال. بالهلال وقع $1 مليون 1.5 مليون كان صار هداف. مرات تجيب لاعب ما يتوفق، مرات تجيب لاعب بسعر يمكن $50,000 شوفه نجم، تجيبه مثلا ب 300 مرات ما يتوفق، يطلع لاعب يعني هو خوش لاعب بس ما يتوفق مع الفريق. شاشة كورة وماذا جاء فيها؟ يعني أوصل بس معلومة للأخوة، عندنا إصابات، عندنا حرمان، عندنا أمور ما وراء الرياضة وكرة القدم هم يعرفوها كل زين. كابتن شنو ما وراء الرياضة؟ هذا السؤال المفروض يصير الكابتن علي يعني حقيقة. لو قاعد أمامك أكيد أنتوا سألتوا كإدارة بعد هذا التصريح يعني ما سألتوا؟ يقول مثلا أنه ما وراء الرياضة يعني 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 ما وراء الرياضة يعني كتصرف لاعبين أو عدم رضا بعض اللاعبين، عدم مزجهم بالتشكيل. هذه النقطة اللي أريد أقف عليها. إيه يعني حقيقة. من المراض اللي ما يلعب أساس. أنا حكيت مع بعض اللاعبين يوم تحدثت وتكلمت مع بعض اللاعبين، قلت لهم أنتم لاعبين يعني مفروض يتوقعون عقد وتورون عقد مع النادي، يعني خلاص مدرب يلعبك 5 دقائق، يلعبك دقيقة، يصعدك فوق، تلعب أساسي، ما يلعبك، خلاص أنت ما تتحدث وياه، بشرط ممكن تتناقش وياه بس بأدب. قبل التدريب بعد التدريب تقول انا ليش ما العب، شنو اخطائي، شنو السبب ما العب، يقول لك فلان شيء فلان شيء، حتى تتدرب عليهم وتطور قدراتك الفنيه والتكتيكيه والبدنيه حتى تدخل بالتشكيل او تدخل كبديل. يعني مو ممكن انت مدرب ما يلعبك تتذمر على المدرب او تسوي تستفز زملائك او تحرض زملائك انه يكونون معاك او يعني تخرب تشكيله الفريق. انت جاي تحكي على لاعبين مؤثرين بالقوه الجويه جاي يمارسون هذا. انا حكيت بعض اللاعبين واحد اثنين يعني قلت لهم هذا نادي القوه الجويه اكبر من كل واحد، احنا الناس يعني انهم موجودين باكر ما موجودين كاداره، ولاعب اليوم موجود هو باكر ما موجود. قبلوا منك فقط هذا الحديث انه الجمهور هو متواجد مع الفريق. قبلوا منك كابتن هذا الحديث؟ اي نعم تحدثت وياهم وقلت لهم هاي نصيحه اعطيكم اياها انه انتم تلتزمون، انت كلاعب توقع عقد مع نادي تلتزم مع النادي، ما لك دخل بالمدرب يلعبك يقعدك. منو من اللاعبين زعلان ليه ما يلعب؟ بعض اللاعبين كانوا اثنين يعني ثلاثة يعني قد عددهم؟ اثنين ثلاثة مو أكثر، إنه ليش ما نلعب وهذا، وأكو مثلا الفريق من يغلب إنه ما يسلم على المدرب أو ما يصافح زملائه، هاي طبعا حالة مو صحيحة وحالة سلبية بالنسبة للاعب، هاي تأثر على اللاعب أكيد وتنعكس على المدرب إنه يشوف إنه بعض اللاعبين مو هذا يعني الكلام مقصود به بعض اللاعبين اللي اجوا للموسم الاول لو قدام. انا احكي يعني وكلام عام على الفريق انه دائما انتم المدرب كابتن حكيم باقي مع الفريق باقي، يعني المدرب باقي يخسر هاي قوه للمدرب يخسر او يغلب هو باقي مع الفريق، فانت كلاعب انت الموسم راح ينتهي احنا راح نقدم اللي عندك، احنا راح نشاهد اللاعبين، لاعب الخلوق واللاعب اللي يطيع الكادر التدريبي واللاعب اللي يحترم الجمهور يحترم زملائه، اكيد احنا كاداره راح نباوع وننظر بعين الاعتبار، راح نشوف هذا اللاعب انه جالس قاعد يلعب، هذا هو اللي يخدم الفريق، ما يحكي ما يناقش ما يتذمر على المدرب ما يتذمر على المساعدين، فهذا هو راح يقدم حتى لو يلعب لك 5 دقائق يقدم روحيته مع الفريق نفسيته مع الكادر التدريبي، هاي تخلق الروحيه وتخلق المنافسه الشريفه وتخلق النتائج الطيب. طيب. شاشة كورة وماذا جاء فيها؟ على احنا جاي حاجي غير مبرد الملابس هذا الحكي، على يقور على 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 العمارة نبض لسان ما يهتبل، يقور على الكرخ ما حلا ولا ما يهتبل، يقور على الزوراء ما يهتبل، ايش وقت تحس جمهور التلاعب الفريق؟ نفسك مو انا بالزوراء، روح روح لتلعب مشاعر الجمهور. موضوع يتحدث على علاء كابتن علاء، اكيد اذا تحدث الاخ انه علاء اذا سجل على الزوراء انه يحتفل اكيد هو فريق خدمه ولعبه ممكن هاي بالعالم كله انه مو دفاعا على علاء بخصوص الزوراء انه ما يحتفل احتراما للنادي قدمه او لعب به او سجل معاه،
بس انه ما يحتفل على نفط ميسان او ما يغازل الجمهور او ما يحتفل يعني على يسجل على الفرق الباقيه او الطلبه او لا، هذا شيء مو صحيح. هذا فريق انت وقعته اياه واحتضنك ودعمك ووقف معاك، واكيد لازم تقدم لما تقدم للفريق مهما يكون، وهذا انت بعد قناعتك الشخصيه انه تستمر مع الفريق وينتهي الموسم او عدم، بعد احنا قرار الكادر التدريبي، قرار الاداره، وكذلك قراره هو كلاعب انه يستمر او ما يستمر، انه احنا موقعينه موسم ظهر على عباس بمستوى اللي كنتوا تتوقعوا له من وقعته كابتن كلاعب منتخب وطني هذا الموسم. اكيد احنا طبعا حكيت وياه، يعني قلت له انه انت احنا من وقعناك لازم تكون انت تنطي قوه للفريق، و يعني صح صار كلام انه حتى بقيمه المبلغ العقد مالته، وكنا نتصور انه انه راح يجي جاهز الفريق، و اعتقد كان شهر بين العلاج الطبيعي والتدريب الخاص والتدريب العام حتى تم جهوزيته ودخل مع الفريق، واللاعب وسجل يعني اكثر من 4 أهداف او 5 أهداف مع الفريق، لكن ما شفنا على انه كان موجود مع المنتخب مع الزوراء، حتى كان بالاعتراف كان على يعني كان لاعب مميز وممتاز. اكيد هاي انه يعني وفقا لاسمه على كلاعب منتخب وطني والقيمه الماليه بالعقد يقول لك على راح يجي ينافس على صداره هدافين الدوري. حسان لو يعني لو يعني بكان انا ما افكر بس انه المال، يعني والمال انت من راح تبدع راح تاخذ اكثر من هذا المال، يعني انت فكر انت لاعب منتخب ما عندنا مهاجمين، يعني وضع المنتخب وكأس عالم وتصفيات المفروض تفكر بالمنتخب قبل ما تفكر بالنادي بالقوة الجوية. من تقدم المنتخب راح تعكس إيجابي بالقوة بالنادي والقوة الجوية. ليش ما نقول أنتم كنادي ما وفرتوا البيئة المناسبة لإبداع على عباس؟ يعني احنا ليش أبدع مع غيركم؟ ليش وياكم مشوا على وهج؟ احنا بالنسبة لنا القوة الجوية عندنا ملعب، عندنا كرات، عندنا مدربين 7، عندنا سيارة، عندنا بيت، يعني عندنا قاعة حديد، عندنا مسبح، شنو نوفر للاعب؟ ومعطينا عقد مستلم دفعته، شنو نوفر للاعب اكثر من هذا؟ هو اللاعب المفروض يشوف نفسه قل عطائه، المفروض يتدرب الصبح. يتدرب يطلع الصبح، هو كنز، اللاعب هي من 20 الى 30، 10 سنوات. 10 سنوات وراها ينزل ويعتزل وينتهي الموضوع. هو مفروض من 20 ل 30. اي نعم، عطاء اللاعب من 20 ل 30، يعني ورا 30 يبدا دروب. ايه ينزل نزول، يعني من ورا شوف اللاعب اللاعبين كريستيانو وميسي رونالدو وميسي لا اتحقق جويه يهبط مستوى معظم لاعبيكم فوق من يصير 31 32، فكروني يقول اطلع روح خلاص. انا استذكر 10 لاعبين اساسيين عندكم فوق ال 30 خلص هبوط. يعني انت بعض منهم على بعض اللاعبين اكو ممكن على 28 29، يعني ممكن 28 29. هذا المعلن الرسمي؟ لا هذا يعني ممكن، يعني ما اعطيك جواب دقيق 100%، بس اتوقع يعني شيء ك يعني مو يعبر 30، لا اتوقع 29. بس المفروض يعني كل لاعب مو على يعني من يشوف نفسه انه عطاء اقل يتمرن اضافي، يتمرن اضافي. كل احنا كنا نتمرن، منو اللي احنا جينا ما تمرن اضافي الصبح وعمل على شنو اللي نقص العده، شنو اذا كان عده وزن، اذا كان عده زين نضع نقطه على عباس. افتح قوس لقضيه ويلسون فاتحته وزير الداخليه، وين وصلت؟ خلال الايام طبعا تم التوقيع يعني يوم امس، ووزير الداخليه معالي الوزير وقع الموافقه بالدخول، وباقي الاجراءات باقي توقيع واحد يعني يتوزع على جميع المنافذ، يعني خلال ان شاء الله 3 أو 4 أيام راح يكون ويلسون. ويلسون وقعت وياه وفقا لاختيار منه؟ منو اختاره؟ ويلسون احنا اختاريناه. الاداره؟ اي نعم الاداره. راح يكون اضافه كابتن بصراحه وفقا لامكانياته؟ نعم كان اضافه، لاعب ممتاز، لعبنا 4 مباريات كان ممتاز جيد جدا، لكن صاب المرض فيروس الكبد. و انت شنو يا لاعب يجي مرض هذا؟ شنو سالفتكم؟ طبعا مرض منتشر عندهم يعني في القاره الافريقيه، يعني خص السمر، انه التهاب الكبد، يعني دائما اللاعب يكون ب 3 فئات، الفئه الثانيه كان ويلسون من متعرض له، والفئه الاولى هو كان معدي، والثانيه اقل، والفئه الثالثه ما معدي. مثل للشفاء هسه ممكن يضيف للجويه بالاسيويه ايضا؟ اكيد اكيد اضافه قويه. انتم مسجلينه بالاسيويه؟ لا اضافه قويه موجود معانا. زين حتى على طار المرض، حتى لو اي العاني
جبتوه ورثتوه للرجال. كورونا لا كورونا انصاب ولا ينصاب بالمغرب. بالمغرب وجا للعراق وبين بينت الاعراض عنده وصار عنده مشكله وضاعفت المشكله. خسرتوه كابتن كانهاء تعاقد اليوم نشوف لؤي يلعب بالاراضي ببلده وبوضعه هناك. كان لؤي كان لاعب ممتاز وكان يخدم بالموسم الماضي كان مع كابتن هيو يلعب الشوط الثاني بديل وكان يعطي فارق للفريق يعني كصانع العاب كان لاعب ممتاز. خسرته اكيد خساره للفريق. ليش لعد نهايه التعاقد؟ اصبروا على اللاعب. لا تقرير طبي قدمنا تقرير طبي وعرضناه على الدكتور الاخصائي قال 3 اشهر يلا ممكن يقدر يتدرب. يعني سر راوي يعني سر راوي اراد 6 اشهر او 7 اشهر استشفاء. طلع زعلان لو الامر طبيعي؟ لا جلسنا معاه وفسخ العقد بالتراضي اتمنى لك التوفيق والشفاء. زين اريد اسالك على تصريح ظهر يوم امس لامين بغداد حول ملعب القوه الجويه اللي الناس تنتظره. انتم كاداره خليتوا وفق منهاجكم الانتخابي قبل الانتخابات وما شفنا لا ملعب ولا الامين غير رايه كابتن. والله حقيقه كان تصريح امين بغداد واكثر من مره يعني نوه بهذا التصريح انه نحافظ على الرؤية نصب الشهيد ومعالم بغداد وكذلك يدرس من ناحية التخطيطية للأسس العامة لبغداد. يعني أنا أقول مثلا الأمين بغداد حقيقة يعني حقه قانون كان قانون صدامي هو هذا من ضمن الأسس وزين ليش أكو بعض البنات بنت يعني بصفن الاتصالات يعني 6 طوابق مش عجب ما حجبت رؤية نصب الشهيد يعني بس فقط القوة الجوية هي مثلا تأثر عليه دائما. هو لو اكو قانون صحيح يعني هو يعمل به كان ما تنبني اي بناية حول مفروض على الجميع على الجميع حول نصب الشهيد مو فقط بس احنا انه القوة الجوية هو قانون يعني يوقف الملعب ويوقف. بس والله ملاحظة مهمة يعني هسه اكو بنايات انبنت صفنة 6 طوابق 6 طوابق تحجب الرؤية على نصب الشهيد ولا اشوف النصب الشهيد وصلت يم ملعب القوة الجوية صارت خطة يم القوة الجوية صارت يعني موضوع هذا صار لنا يمكن يعني 3 سنوات دايما يطلبون به واللجنة السباعية واللجنة السداسية وترفع وتنزل وواحد يحترض وواحد يوافق. طبعا هو ملعب اكيد ملعب راح يستفاد منه مو بس القوى الجويه يعني لا هو ملعب تحفه يعني معماريه لبغداد لبغداد ونحتضن بتصفيات اسيا فئات العمريه للمنتخبات عندك ملعب المدينه وملعب القوى الجويه ملعب الزوراء ملعب الشعب طبعا. يعني اكيد راح يخدم الكره العراقيه وكان تصريحه حقيقه غير يعني مو يعني المشكله الملعب بتصميم الملعب لو بالمرفقات الاخرى المول الجراج هذا اللي اعرف اكيد هم عندنا هو مول تجاري وتجاري رياضي وجراج هو اعتقد راح يصير تحت يعني تحت راح يصير وملعب يتسع ل 15000 متفرج والحل شنو؟ الحل انا هم تعبت من قد ما احكي بملعب القوه الجويه هو راح ننتظر القرار النهائي بالنسبه لامين هو بتصريحه قال انه راح نناقش ونغير نحاول انه نغير تصاميم والاسس ونحاول انه نجتمع مع الشركه المستثمره ونغير بالاسس الارتفاع والموجود داخل هذا المشروع وننطق قرار نهائي خلينا ننطق قرار نهائي حتى نعرف احنا وين نتجه اتجاه زين يعني بناء الملعب كم ملعب فقط نقلل مثل 10000 متفرج حتى نقدر انه نحتضن مباريات ويراد ضغط على مستوى عالي من رئيس النادي من وزارتكم يعني نضغط على شنو على الامانه يعني تعالوا حلونا يعني الموضوع ترى هذا عجيب يعني عجيب ما معقول 7 سنين يعني عجيب يعني مثلا من بغداد نضغط يلا يوقع اذا ما نضغط ما يوقع مو هاي المشكله هذه مو صحيح يعني انت المفروض راعي مشاعر وزير الشباب والرياضه يخص مو بس فقط يخص ليش مشاعر هاي الجماهير كابتن وكذلك الاف الجماهير اللي منتظره صرعتها ملعب احشي لك وزاره طبعا بوان سوينا احتفاليه ومعالي وزير الشباب والرياضه والكابتن عدنان رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم وسوينا استدعاء ودعوه للامين ما حضر للاحتفاليه من ما حضر للاحتفاليه انه يعني اكو نوايا اكو نوايا مو صحيحه زين نادي بحجم الجويه يلبس من حافظ القاضي تجهيزات ماكو موقعين على شركه اديداس قال واقع مو شركه اديداس جبنا من حافظ القاضي قال من حافظ والله غبطت شو اسوي؟ وين تريدون نروح؟ هسه ملابسين من حافظ القاضي صار لنا سنتين نلبس اديداس شنو هسه حافظ القاضي يوم واحد ليش اشتكي؟ ما عندنا شو نسوي؟ نبقى فريق مشكل مين نجيب؟ شنو ما عندنا؟ اهم شيء نلبس من سيد عيدان والله 15 سنه من سيد عيدان من شفت بالله بالفرق كلها من سيد عيدان قابل سيد عيدان بس احنا زمن احتراف
واشدنا بخطوه التوقيع مع شركه معروفه حتى تجهز. صار تاخير وتلكو، الفريق ما عدل، اشترينا بضاعه بس مو بضاعه من الحافظ القاضي، لا بضاعه كانت زينه يعني ممتازه. ما زعلت الشركه عليكم بناء؟ لا جلسنا مع الشركه اتفقنا على صيغه نهائيه وان شاء الله يكون يعني فسخ بالتراضي وخلال ايام. ما راح يصير فسخ يعني، هو احنا ترى متفقين وياهم انه هذا اخر موسم. وبعثنا ايميل للشركه انه هذا اخر موسم. شنو البديل؟ نرجع لحافظ القاهره؟ لا لا لا، عندنا هو بدلاء، عندنا شركات على مستوى عالي ان شاء الله. ممتاز. السؤال الاخير، بعد غد ستعلن القائمه النهائيه للمنتخب الوطني، كم لاعب من القوه الجويه تتوقع راح يكون بالمنتخب؟ والله اكيد اتوقع، اتمنى يكونون يعني اكثر من 10 لاعبين متواجدين مع المنتخب، واتوقع يكون انه 8 لاعبين يتواجدون. منو والله عدد لي اياهم؟ ما اقدر اعدد، 8 لاعبين اتوقع، 8 لاعبين ما اقدر اعدد بس 8. احنا عندنا كثير من اللاعبين كلهم لاعبين ممتازين يعني، مثلوا اكثر من مدرب دعا تشكيلات مختلفه من القوه الجويه. يوم دعا مدرب اختار 6-5 ما دعاهم، يجى مدرب ثاني اختار 9-3 ما دعاهم و4. فدائما فريقنا هو جاهز ولاعبين هم جاهزين تمثيل المنتخب يعني اكثر من 11 لاعب 12 لاعب. انا اتوقع 8 لاعبين او 7 لاعبين. 8 لاعبين او 7 راح يكونون بالمنتخب الوطني. شكرا جزيلا لك كابتن هيثم. شكر موصول لكم مشاهدينا الاكارم، نلتقي في حلقه لاحقه. السلام عليكم ورحمه الله.